السلام عليكم. في هذا الدرس رح نعمل لكلاس Enhanced Person Viewer، تمام؟ طيب، أول شيء أنا هعمل تعريف لكلاس. هاجي أعمل تعريف للكلاس، هاجي أقوله هنا أنشئ لي الكلاس اللي اسمه Enhanced Person Viewer، تمام. بعد كده إيش هتعمل هنا؟ هتعمل Extend. بدي تعمل Extend من مين؟ من اللي هي Person Viewer، تمام. هاي إحنا أنشأنا الكلاس Enhanced Person. هنا ايش حتعرف في داخله؟ انا قلت لك عرف اللي فيه اللي هي الكلام هذا، حتعرف لي student object array طبعا و lecture و employee، حتعمل لكل واحدة size student size lecture size employee، تمام. حاجة اقول له هنا student مثلا اللي هي student بده يساوي new، طبعا هي حتكون ايش؟ حتكون array يساوي new student، حتكون مثلا 20 او خليها مثلا مثلا 50، يعني حط اللي بدك اياه. حتعمل lecture ويساوي new lecture، هاي 50 كمان. حاجة اقول له هنا employee، هنا employee حتعمل مصفوفة ويساوي new employee، هتقول مثلا كمان 50. انا انشأت كم object؟ انشأت object مصفوفة، يعني هذه ال student بتحتوي على 50 طالب، تمام. والخمسين طالب هدول نوعهم اوبجكت، تمام، وكل اوبجكت بيحتوي على بيانات. طيب حاجه اعمل هنا انتجر مثلا سايز، اسميها سايز 1، سايز مثلا بتساوي هنا بقوله يساوي 0 فاصلة سايز 2 ويساوي 0 سايز، او مثلا هنا فاصلة سايز مثلا للاي بدي تساوي مثلا 0، بدل واحد واثنين خليها مثلا اي، هنا خليها ال، وهنا خليها اس، تمام. طيب هنا انا انشأت اللي هي المتغيرات هاي. لقيت باش بعمل هنا مين، المين منيو عادي جدا، هنا باش بقول له عرف لي دالة المين، هاي بابليك، باش بقول له دالة المين. دالة المين ايش بتحتوي؟ طبعا انا مش عارف لقيت ايش بتحتوي، بس لكن بقول لك هنا بدك تعمل هنا view، بدك تستعمل override لل view person، تمام. نعمل هنا override زي ما هنا اللي هي اول خطوه هاي، هاي شايفينها بقول لك override view method، بدك تستخدم فيها instance of to test determined، يعني بدك هنا ايش بدك تستخدم داخل override اللي هي instance of، وحكينا ايش هي instance of. طيب حاجه اقول له هنا اعمل لي override لداله ال view public، هقول له void هنا view person بي، تمام. كيف ممكن استخدم انا اللي هي الانستانس اوف؟ باش بقول له اف اذا كان البي انستانس اوف من ستودنت، تمام، فانت بدك تنفذ لي الداله كذا. ايلس اف اذا كان البي انستانس اوف من ليكتشر، بدك تنفذ لي الاشياء هاي. ايلس اف اذا كان البي، طبعا ممكن تحط ايلس لانه هي اخر شيء، يعني باش بقول له هنا ايلس، تمام، لانه يعني اذا كان اذا ما كانش ستودنت او ليكتشر فاكيد حتكون ايش؟ امبلوي. طيب هنا انشانا الكلام هذا، هنا ايش بحكي لك هنا بعد كده؟ بدك تنشئ لي ثلاثه ميثود، فيو بيرسون وفيو ليكتشر وفيو ستودنت، تمام. كل واحده ايش تطبع لي؟ بدها تطبع لي البيانات تبعتها، بدك تطبع الفيو سوبر، بدك تقول له سوبر دوت فيو، وبدك تطبع لي مثلا انه هذا بيشتغل بقسم كذا وهذا، او تصدق ايش الداله بس سوبر دوت فيو، تمام. طيب حاجة أقول له هنا أعمل لي هنا public هنا void هنا مثلا person أو هي lecture، طبعا خلينا نبدأ بالstudent view، طبعا إيش بياخد هنا؟ قال لك بياخد باراميتر شوية قال لك بياخد باراميتر، باش بقول له هنا student بسميها as، باش بقول له هنا super، يعني بقول له super هنا دوت فيو. طيب انا ليش ما قلتلهوش استدعي لي الفيو اللي هان؟ ليش قلت له مثلا سوبر دوت فيو؟ لانه انا بدي السوبر بدي الفيو تاعت مين؟ تاعت الاب. ليش؟ لانه هي فيها البيانات، تمام، هذه البيانات حتطبعها، لكن الفيو تبعت الانهانس مش موجود فيها البيانات، تمام. فانا بقول له سوبر دوت فيو، باجي بخرب هاي ثلاث مرتين هنا، بسميها بدل ستودنت بسميها هنا ليكتشر، هنا بدل ليكتشر باجي بسميها ايش؟ امبلوي، تمام. وهنا بجي بقول له هنا ليكتشر بسميه بديها هنا ايش؟ ال،
وهنا بدي هنا الامبلوي بديها الاي، هاي هنا ال، وهنا هاي الاي. تمام. طيب خي خلصنا النقطة البي. هنا بقول لك، هنا طبعا هنا بقول لك انه وخلصنا السي ايضا كمان، بقول لك تطبع لي كل البيانات لكل داله، بتطبع لي البيانات تاعتها. اخر شيء بقول لك بدك تعمل لي الوجهات هذول وتعمل العمليات اللي هي الاد والديسبلاي والكذا. تمام. طيب نيجي هنا بعد ما احنا خلصنا بدنا نيجي نعمل الجيت يطبع لي اللي هي الواجهه هاي. كيف ممكن اعملها؟ ممكن اعملها كل واحده بداله لحال. باجي بقول له مثلا انسخ لي هاي. تمام. وباجي بقول له هنا بابليك، باجي بقول له هنا فويد مثلا اللي هي المين منيو. طيب المين منيو حاجه اقول له هنا بدك تعمل لي هنا سيستم نوت اوت دوت برنت وتطبع لي الاشياء هاي. تمام. طيب بعد كده ايش حاجه اقول له؟ بدي اقول له هنا انت بتشوز. تمام. خليه هو يختار. هي بقول لك انت بتشو انت بيوت شو مثلا هنا خليه يختار حاجه. بس بقول سيستم نوت اوت دوت برنت انت هنا ايش تشوز. تمام. طيب اجيت هنا كيف انا بدي اخليه يدخل؟ عن طريق الاسكانر. فانا باجي بقول له هنا انبوت او هي اسكانر انبوت بيساوي انيو اسكانر. تمام. وحاجه اقول له هنا بتاخد سيستم دوت ان. طيب بعد كده باجي بقول له هنا عرف المتغير هنا ايش انتجر سي اتش او مثلا اللي هي شوز خليها بدي يساوي انبوت دوت نيكست انت. ليش؟ لانه بدي اخزن بدي ادخل يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه. بعد كده بدي اعمل اختبار للقيمه ممكن عن طريق اف او عن طريق السويتش. فالاسهل اختبار القيمه عن طريق السويتش. باجي بقول له شوز بيساوي اللي هي الكيس 1 بتعمل له بريك بتكررها أربع مرات. هي عندك أربعة، عندك ثلاثة، عندك اثنين. تمام. هنا أربعة ايش حتنفذ؟ حتنفذ إقلاق. باجي بقول سيستم دوت إكزيت. أوكي. وأقول له هنا ايش؟ الصفر. تمام. طيب لقيت أنا هذه لو أنا عملت تشغيل مش حتشتغل. ليش؟ لأنه في المين فاضية. فأنا باجي بقول له أول ما تشغل المين بدي تستدعي لي المين منيو. طيب بس لكن حطلع لي إيرور. ليش؟ لأنه هذه ستاتيك وهذه نون ستاتيك. تمام. فانا لازم اعملها تنتين استاتيك. فقلت ايش؟ فقلت حيشتغل 100%. تمام. طيب طب قلت لو انا عملت تون تشغيل وقلت له مثلا شغل الانهانس بيرسون حاجه قلت له واحد وقال لي واحد خلاص يعني مش موجوده. المفروض انا كل ما يدخل واحد خليه يكرر لي اياها. تمام. فانا ايش بدي اسوي هنا؟ باجي بحطها داخل وايل اعمل هاي قص وباجي بقول له اعمل لي وايل خليها اياها 2 باجي بتسخ لي اياها. فقلت انا قديش ما اضغط واحد. تمام. ها شايفين كيف كرر لي اياها. تمام. ليش؟ لانه انا عشان بس هي بتنفذ جمله واحده بس تنفذ مره واحده بس. فانا خليتها تكرر اكثر من مره. طيب هذه هي بالنسبه للمين منيو بنسخها نسخ عادي جدا نسخ. قلت حيصير كل شغلك نسخ لصق. حاجه اقول له بس بدل مين منيو سمي لي اياها مثلا هنا student menu. بدل هذه الواجهه ايش حتكون؟ باجي بقول له هنا تعال على student menu وانسخ لي اياها هاي. تمام. حاجه اقول له هنا انسخ لي اياها بشكل هذا. طيب طبعا هنا بدل 1 2 3 حتكون ايش؟ حتكون بقول له next line او هنا input dot next. لقيت هنا حتكون ايش؟ حتكون مثلا اتشار مثلا اتشار تشوز بقول له dot next. تمام. dot next. بعد كده باجي بقول له next هذا حترجع لي string. فانا باجي بقول له لا بدي تاخذ مني بس بدي تاخذ مني حرف واحد. باجي بقول له 0. تمام. طيب قلت لو انا حطيت مثلا حرف سمول هل حيقبلها؟ لا. فانا ايش باجي بقول له على طول خلص انت عمل لي تو اي شيء بتدخله حول لي اياها لايش؟ لابر كيس. هنا بدل واحد باجي بقول له هنا عمل لي اي وهنا بدل اثنين عمل لي سي وهنا بدل اللي هي ثلاثه عمل لي دي وهنا اخر شيء بقول له عمل لي ار.
طب انا كيف بدي اخليه يرجع؟ بس عن طريق return. لما اعمل له هنا بس احط لي return، هو لحاله حيعمل لي ايش؟ برجع لي على القائمة الرئيسية. تمام، طيب جميل جدا. بج بنسخ هاي نفسها وبج بقول له هذا لمين؟ بدل لا الستودنت بج بقول له هنا ايش؟ خليها للليكتشر. تمام، وبج بقول له هنا الليكتشر. اوكي في مشكلة هنا، منيو ليكتشر. طبعا انا ناسي بوس هنا. تمام، فحاجة اقول له هنا المنيو لا الليكتشر اللي هي هاي. تمام، باجي بنسخها بقول له حط لي اياها هنا هايها بالشكل هذا. طيب هنا ايش بس في عند عندي A و D و R، فباجي بقول له C شيل لي اياها، فخلاص لقيت صار بس في عندي ايش؟ A و D و R. باجي بنسخ هاي نفس الشغلة، بنسخ اللي فوق عشان هي فيها أربعة، باجي بنسخها. باجي بقول له تعال هان واعمل لي اياه بدل student خلي لي ايش؟ employee. تمام، حاجة اقول له هنا بس الامبلوي هاي هات لي القائمة تبعتك، حاجة اقول له حط لي هذه بدل هذه. وهذه هي بالنسبة لي اللي هي الامبلوي منيو واللي هي كل القوائم هاي. طيب بس ايش اللي بضل عندنا هنا؟ انه انا بس استدعي ايش؟ الستودنت، استدعي بس ايش؟ الستودنت منيو. وهنا بدل اللي هي ايش في اثنين استدعي ايش؟ الليكتشر منيو. وهنا ايش استدعي؟ استدعي الامبلوي منيو. بس هاي جول قصتها. لو جيت اعمل هنا ران، لو دعست هنا على اثنين راح يحولنا على على ايش؟ على الليكتشر. تمام، طيب لو انا قلت له اعمل لي اياها ار، ار سمول ار كابيتال، راح يحولني وين؟ على المين منيو. طبعا انت بتظبط فيها في المسافات لتحت، مثلا بتحط لتحت وكذا. تمام، بس بقول له اربعه هو ايش؟ حيعمل لي ايش؟ خروج. تمام، هذه هي بالنسبه للقوائم المنيو. طيب ايش بضل علينا هنا؟ قلت بضل عليك انه تعمل اد ليكتشر والاد ستودنت واللي هي ايش؟ والاد امبلوي. طبعا هذه خليها في الدرس القادم. شوف الدرس القادم، والسلام عليكم.